أنا اسمي إسراء وهذا عالمي ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصاوبو كب كيك كجبناني وغزالي بزاف بزاف. أنا بعدك الحراق عليهم. غادي نصاوبو جوج كيلات، حدا ورق البنان وحدا ورق الشوكولات. اوعي حتى الاخر باش تشوفوا المقادير. بالنسبه للشكل الاول في البيكسر غادي نديرو جوج بيضات ونضعو ديال البنان هذاك الكاس ديال الدجاج عبرو بالزيت. ونعبرو به سديدة. ونزيدو خليشات فاني. معلقة كبيرة ديال الخل. وقبيصة ديال الملح. وجوج خبارات. غادي نديرو يطربو مزيان. ونخوي الخليط في الباريو. وطربو وزيدو الدقيق تدريجيا. ويولي الخليط عقد بحال هكا. بول ديال كب كيك ديرو قرطات ديال كب كيك. كنكبو معلقة ديال الخليط ونحط حبيبة الشوكولات. ونقدهم مزيان الوسط. وزيد معلقة واحدة أخرى ديال الخليط.
أزوقه بالفوق حبيبة شوكولات. أما صبرا وكملي ندخلو دابا الفران يكون سخون قبل وندخلو على عافية بهيلة. أما الكب كيك ديالنا وجدو يام يامي. دابا ندوزو الخليط تاني في الميكسر، نخوي كاس ديال دانو فاني ونخوي جوج بيضات وكاس ديال دانو عابط السريدة بنفس كاس ديال دانو نعمرو بيه الزيت. قصة ديال الملح ومعلقة كبيرة ديال الخل وشاصة ديال الفاني وصوص ديال الكاكاو وجوج خبارات ديال الحلوى وطحنوا الخليط مزيان وخويو الخليط بايو كنزيدو عليه الطحين تدريجيا وكنضربو شكي ولي الخالات بحال هكا. ونفس الطريقة الأولى كنقادو التاني. وراعي وضع الشوكولات غديرو اللوز مهربش وغادي ندخلوه الفران. هاو بالك الكيك ديالنا وجدير يامي يامي. يامي يامي الكب كيك ديالنا وجدار جاب غزالي تولا بلكو تجربوه غادي يعجبوني ذاتكو بزاف. انا
هناك حماق اليوم. لجربوا بخلالية تعليق تحت فيديو. مع السلامة أصحابي. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب وتنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.